عند الارش بيطلع منه النومينانت ارتر، ادي واحد اهو النومينانت ارتر، ادي البرانشز ده اللي هو النومينانت ارتر، وبعدين ليفت كومن كاروتيد اهو، ادي ليفت كومن كاروتيد اهو، وده ليفت ايه سب كليفنج. ساعات هما دول الثلاثه الكبار اللي هو النومينانت ارتر ليفت كومن كاروتيد ليفت سب كليفنج ارتر. ساعات بيطلع في ثيرويدا ايما ارتر، ده بيطلع من الارش اوف ذا اورتا وبنقول عليه ثيرويدا ايما ولا لوش ايما، يعني يعني هو بيطلع من الارش بتاع الاورطه يروح للثيرويد جلاند، بس عاده ما بيشكلش جزء كبير من البلاد سبلاي بالنسبه للايه للثيرويد جلاند. يبقى انما المين برانشز النومينانت ارتري او البراكيوسيفاليك والليفت كومن كاروتيد والليفت سب كليفن. الرسمه دي بتوضح البرانشز اوف ذا ديسندنج اورتا، وارجوكم في الشفه والعملي مهمه جدا تكون عارف البرانشز بتاع الديسندنج اورتا. يعني الديسندنج اورتا بيبتدي من عند اللور بوردر اوف ذا فورس ثوراسيك فيرتبري، و بيخترق الاورتيك اوبننج اوف ذا ايه ديافراجم عند تي 12، بيبتدي عند نهايه تي 4 وينتهي عند تي 12. البرانشز بتوعي مهم جدا. اولا برضو ارجع افكرك الديسندنج اورتا موجود في البوستيرور ايه ميدياستاينم، البرانشز بتوعه البوستيرور انتركوستال ارتريز من اول 3 لحد 11، سب كوستال ارتري اللي هو بعد نهايه الانتركوستال، في واحد اسمه ايه سب كوستال ارتري، في 2 ارتريز بيروحوا للليفت لانج اسمهم تو برونكيال ايه ارتريز، وهو ماشي بيدي بلاد سبلاي للبريكارديوم، بيدي بلاد سبلاي للمدياستنم، بيدي بلاد سبلاي للديافراج، كل دولت بنديلهم وبيدي كمان بلاد سبلاي للاسوفكس، كل ده بنقول عليهم البرانشز اوف ذا ديسندنج ثوراتيك اورتا. يبقى البرانشز اوف ذا ديسندنج ثوراتيك اورتا مهمين جدا جدا، بوستيرور لور 9 بوستيرور انتركوستال ارتر، بعدين سب كوستال ارتر، وبعدين تو برونكيال ليفت برونكيال ارتريز، تويجز للبريكارديوم، تويجز للميدياستاينم، تويجز للاسوفكاس، وتويجز للديافراج. دولت الديسندنج اورتا موجود في البوستيرور ميدياستاينم، الارش بتاع الاورتا موجود في الميدل ميدياستاينم، الاسندنج اورتا الارش بتاع الاورتا موجود في السوبيرو ميدياستاينم، الاسندنج اورتا موجود في الميدل ميدياستاينم.